الآن مشاهدينا إلى الأحوال الجوية والطقس. نتعرف على آخر المستجدات في الحالة الجوية مع ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا إيمان ونوها، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24، الأسكندرية 32-21، مطروح 29-21، بورسعيد 29-20، والإسماعيلية 35-24. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 24، العريش 30-21، طابة 33-21، وشرم الشيخ 35-24، والغردقة 35-26. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 26، أسوان 40-27، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 36-26، وأخيرا حلايب العظمى 31 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.